شوف منو موجود. مرحبا، شوف منو موجود. يسعد مساكم. اللي موجود يقول لي الصوت واضح لو لا. مرحبا، خلي يجمع العدد ونبدي اللايف مالتنا. صوت واضح، تحياتي، شكرا. اليوم عندنا لايف سريع مع متابعيني لان من زمان ما مسوين لايف. طبعا تعرفوني اني دكتورة زينب العزاوي، استشاري نسائي وتوليد، طبيبة. طبعا اطلع بين فترة وفترة لايفات، اجاوب على التعليقات اللي تجي لي بها اسئلة هواية، اتعرف عليكم، تتعرفون علي، شوف شنو المشاكل اللي تضايقكم، كل المشاكل النسائية طبعا. زين، فمستعدين نتكلم فيها ونجاوب عليها، لان تعرفون شوي بالتعليقات من لحق عليها كلها نجاوبها. فاي شيء تحتاجون اني موجوده، تدللون علينا. فمساء الخير، شلونك ومن وين انتي؟ اني زينه، اني عراقيه مقيمه بالامارات. تحياتي لكم. شوي أنا يمكن مقلة على اللايفات بالتيك توك، لكن أنا نشطة. هسا قبل شوي كان عندنا مرحبا، أنا من أربيل، تحياتي لأهل أربيل وكردستان العراق، تحياتي. سلامي، أريد علاج تكيس المبايض. تكيس المبايض حبيبتي هو عبارة عن متلازمة، يعني يصيب أكثر من جزء بالجسم، لأن هو عبارة عن اضطراب هرمونات. فحسب الأعراض، عندك خربطة بالدورة نطي منظم، عندك مشاكل بال يعني إنجاب وتأخر حمل نطي منشطات، عندك سمنة نعالج السمنة. فحسب الأعراض علاج التكيس. طبعا أول شيء أهم شيء اللايف ستايل، متحافظين على وزنك، غذاء صحي، رياضة، وبعدين نعالج البقية. طبعا تكيس المبايض فتشي يعني من المشاكل الشائعة، وحدة لكل 10 نساء. ما يصير لي طفل سويت أنابيب هم ما نجح. هي نسبة نجاح أطفال الأنابيب ترى يعني ما توصل 40-50%، فلازم تحاولين أكثر من مرة عزيزتي. الله يطعمكم إن شاء الله. شلونك، اخبارك؟ ان شاء الله بخير، يعطيك العافيه دكتوره عبد الله، تحياتي لكم، الله يعطيكم العافيه والصحه. واني زينه، ما طولكم انتم زينين. ارد اشوف الحضور وشونه والتفاعل شلونه معاي. اني من كركوك. دكتوره شنو علاج التكيس؟ ما يروح ابد. حجم البيضة يصل 20-20، حلو حجم البيضة، معناته التكيس عندك بسيط ويتعالج إن شاء الله. يصير حمل بس شوية حاولوا. يحفظكم ربي جميعا. 13 سنة، ماكو أطفال كثيرة طبعا، فعلا حقك. إذا تكيس حاولت تسوين ناظور وتسوين كوي للمبايض، هم يساعد، هم يفيدك.
وطبعا اذا 13 سنه طبعا انا انصح اطفال الانابيب، بس حاولي مره ثانيه ان شاء الله تضبط، بس غير المركز، غير المركز، النسب شوي تختلف من مركز لمركز. هم قال هو 22. تعرفون حجم البويضة اللي يساعد على الإخصاب؟ تحياتي لك، أهلا وسهلا دانيال. دانيال الحجم البويضة يبدي من 16 لحد 25، يعني كل هذا جاهزة للإخصاب، يعني يصير فيها حمل، ويعتمد على نورتي والله. أنتظرك ليش تفتحين بث هاني عبد. والله أنا ما عندي وقت محدد، بس من يصير عندي مجال أفتح البث. تحياتي لكم حبايبي، شكرا لكم، شكرا لكم. ليش أقول لكم استغلوا وجودي؟ أي استشارة طبية محتاجينها أنا حاضرة، فحتى نخلي الناس اللي يراسلونا ويدزونا رسائل واستشارات لي يعتبوا علينا، أحاول أطلع لايفات أنا حتى أجاوب على الأسئلة والأجوبة، وتكون مباشرة، تكون واضحة، أسهل من التعليقات وواحد يرد ويجاوب. فعلا أنا بدبي، بعدني بالإمارات. ما عندي عيادة مع الأسف بأربيل، أضرب أبرة تفجيرية ما صار حمل. 22 الشهر القادم هم رجع أخذ منشطات. لا، حاولوا المنشطات مو يومية تاخذينها، يعني إذا شهر أخذتي الشهر اللي بعده ارتاحي، ما يصير شهر على شهر، لأن راح يأثر على مبايضك. وخلوا ببالكم نسبة نجاح الحمل بالشهر الواحد، تدرون شقد؟ 20%. يعني للناس الأصحاء وما عندهم مشاكل، فممكن يصير عندهم يصير حمل. إذا 100 كابل نجيب 20 بس فقط من عندهم، هم اللي ممكن يصير عندهم حمل. فلا تجزعون ولا تضوجون إذا ما صار حمل بالأشهر بالبداية، لأن نسبة الحمل 20% وراح تزيد بالتكرار، تزيد. ونشوف جروباتنا وينها، جماعتنا اللي متواجدين. اي انا متزوجة وعندي اطفال 3 الحمد لله والشكر. اعتقد يعني أنا ما أعرف إيش وقت المفروض يصير البث، يكون بيه الناس متواجدة أكثر. هذه يمكن ثاني مرة أسوي بث. دكتورة جاوبيني، قولي لي شنو سؤالك. أعتقد حكينا على التكيسات وعلى أطفال الأنابيب اللي قلتي لي عليها نسبة نجاحها هي 40%. دكتورة أبي علاج ينظم الدورة حسب السبب، نشوف ليش الدورة مخربطة، سوي تحليل هرمونات ثاني يوم الدورة، وحسب الهرمون المخربط أحيانا يطلع اضطراب بالغدة الدرقية فيسبب لك عدم انتظام الدورة الشهرية، فنعدل الغدة الدرقية وبعدين تنتظم الدورة الشهرية. ضربتي الأبرة التفجيرية 3 أشهر ما صار حمل، شوفي ممكن تكون أسباب أخرى، ممكن تكون عندك التهابات، ممكن الزوج يكون عنده ضعف في الحركة، فتأكدي من الأسباب الأخرى. يعني لا تشلبون بموضوع واحد أنه البويضة ولازم تتلقح، لأن إحنا يعني الطرفين يعني الزوج والزوجة هم مسؤولين عن الحمل، يعني الإيد واحدة ما تصفق، فدائما الزوج إلا دور كبير. فخلي يحلل الزوج إذا ما صار حمل،
خلي حلل الزوج. اللي عندها أكثر من سنة سنتين وما صار حمل، أنا أنصحها تسوي أشعة ملونة للأنابيب حتى تتأكد الأنابيب مفتوحة وما بيها مشاكل. هذا مين يساعدنا على الحمل. زوجك عنده غدة درقية هم سبب يأخر الحمل إذا كان مؤثر على العدد الحيوانات المنوية، فإذا كان العدد أو الحركة متأثرة معناتها هي السبب. بس الغدة الدرقية مقدور عليها، ممكن تتعالج بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. طبعا هي تسبب تأخر بالحمل. علاج التكيسات وضعف المبايض، التكيسات حسب الحالة، خربطة بالهرمونات، نطي منظم، نطي حب مانع، بس طبعا من فترة طويلة. سمينة نقول لها ضعفي، عدها تريد حمل نطيها منشطات ونتابع العبادة، فحسب الحالة. في عندهم شعرانية وعندهم حب شباب نطيهم علاج يقلل هرمون الذكري. طبعا الهرمون الذكري يكون عالي عند أهل التكيسات، فهذا هو سبب المشاكل كلها. أوكي، اللي موجودين يا ريت يعرفوني عن حالهم من أي بلد اللي متواجدين حتى أشوف أكثر المتابعين من أي بلد أو من أي مدينة بالعراق، خاصة أكثر متابعين يمكن من العراق، فمن الدول المجاورة من ويانا حتى إحنا نتعرف عليكم. السعودية على رأسي، تحياتي لكم. فعلا أهل السعودية يجون دائما متواجدين وياي. مساء الفل والياسمين، تحياتي لكم. دكتورة كتبت لعلاج يكثر من نسبة الذكور، يظل عليه يعني يأثر لو لا؟ يظل عليه 3 إلى 6 أشهر، وفعلا يفيد طبعا، يعني فيتامينات ومقويات تفيد. بعد نشوف المتواجدين من أي بلد. الأردن، تحياتي لكم أهل الأردن، تحياتي. وقولوا لي شو رأيكم إنه نتواصل نطلع بث يفيدكم. أحب أني يعني تعرفون يعني أنا هم طبيبة وعندي التزامات، فيعني من أطلع بث ولايف أحب يكون هذا البث مثمر ومفيد. يعني أنا متعمدة إنه أطلع بث حتى الناس هم تتعرف علي بصورة مباشرة، حتى نجاوب الأسئلة تكون مباشرة، فيكون تكون واضحة أحسن من ما نكتب. الناس اللي عندها قلق وتوتر ودائما تشوفها يعني ضايعة ما تعرف شنو الحال، ممكن يكون الجواب من مباشر من الطبيب، يمكن يريح يفيد، ممكن يغير مسرع علاج عائلة كاملة. إذا تحبون موضوع معين نحكي به نخبر الناس عنه. أنا نزلت فيديو وصل 1.5 مليون مشاهدة ما توقعت، عن الحب المانع. الحب المانع أكثر الناس تاخذه ورا الدورة مباشرة، ففي ناس دورتهم 7 أيام، في ناس دورتهم 10 أيام، في ناس دورتهم 2 3. فدائما ننصح أول ما تبلشين بحب المانع تاخذيه ثاني يوم أو ثالث يوم، بعدين من تكررين مو مشكلة 5 يوم من الدورة، بس بالبداية أول ما تبلشون تاخذون الحب المانع أول ثاني يوم أو ثالث يوم من الدورة. ليش؟ لأن هو الحب المانع يشتغل على الإباضة، يحبط الإباضة، يقللها أو مو يقللها، يمنع الإباضة، التبويض. فالبويضة تبدي هي مثل النبتة من أول يوم تبدي تكبر، فأنت إذا تاخذين 7 يوم 10 يوم البيضة وصل عمرها 10 أيام، فمن تاخذين الحبة على ما تشتغل ما راح تمنع التبويض، في يصير حمل. فدائما تشوفها تاخذ حب مانع وتجينا حامل، ها أنا شلون أنا أخذ بانتظام؟ فبنسألها
يا يوم انتي ايش وقت اخذتي الحب المانع؟ فتقول لنا من خلصت الدورة. يا يوم خلصت الدورة يوم سابع يوم من الدورة. وعندي جتي فعلا مريضة سابع يوم الدورة ما اخذته وحامل مع الحب المانع ومتعجبة وليش ومقهورة. فدائما اخذ الحذر، اللي تاخذ مانع لازم تكون متحملة المسؤولية وتاخذ بانتظام. ما قدرت على الحب المانع، اكو وسائل اخرى، اللي ينسى يوميا ياخذ اكو لزقة، بس هي من نفس مفعول حب المانع، تحطها كل أسبوع. يعني أكو بدائل تقدر تأخذها بدون أي مشاكل. زين، فشو تريدون أجاوبكم؟ أسئلة طبية، أسئلة نسائية، مواضيع عامة. فهي هاي اللايفات هم نتعرف عليكم، تتعرفون علينا، وهم نساعدكم بيها. التيك توك بمواضيع عامة يعني مفيدة ومسلية وحلوة وتافهة، يعني يشمل كل الأوجه. ولولا الأذواق لبارت السلع على قولتهم. ففي ناس تحب الطب وتحب المعلومات، وفي ناس تحب الفن، وفي ناس تحب الطبخ والرسم والموسيقى. فيعني نحاول احنا ندعم الصفحات الهادفة اللي تفيد الناس، نحاول نصعدها، نحاول ندعمها. واحنا من نشوف هيك اكو تشجيع ودعم. طبعا لو ما وجودكم، يعني الحمد لله خلال شهرين ثلاثة يعني ما كنت يعني فتحت الصفحة بالبداية، يمكن شهر سبعة هيك شيء، بس ما كنت متفاعلة وياها. شهر 11 كنت جدية بالموضوع، فتحت الصفحة مال شهر 11. ما شاء الله هسا احنا وصلنا 106,000، طبعا وبوجودكم انتم بدعمكم، فهذا الشيء شجعنا نقدم لكم الافضل ان شاء الله. مساء الخير دكتورة، انا من كردستان العراق اربيل، بنتي متاخر دورتها 3 اشهر، هي عمرها 15 سنة. اكو نقطة مهمة، المهم نزلت عندها الدورة بفترة البلوغ، يعني المجرى عندها طبيعي. بالبداية النضج هي تبدي الهرمونات من الغدة الدرقية، فبالبداية تبدي مخربطة، تتأخر شهرين ثلاثة يلا تجي. بعد 16 سنة المفروض تنتظم. إذا ظلت هالحالة بعد 16 سنة حللي لها هرمونات، سوي لها سونار تأكدي. إيش رأيك في السيدات اللي تلعب ملاكمة؟ طبعا السيدات تلعب ملاكمة، والله حلو زين، ليش لا؟ هم تحمي نفسها وهم رياضة إذا عندها الجرأة. من إمتى هاجرت العراق؟ هاجرت 2011. أحلى شيء الطب، طبعا الطب فتشي، يعني أنت قاعد ببيتك وتجي لك معلومات تفيدك، لا تدور بجوجل ولا جيرانك يقول لك ولا تحكي لك معلومة، فهذه كلها سهلة تجي لكم للبيت المعلومات. دورتي تتأخر بعد 33 يوم، تنزل تقريبا، وحاليا ما نازل ولا أعرف شنو سبب تلك الدورة، وأخذ حبوب منع الحمل. منع الحمل هو حب مانع منظم، فممكن أنت تخربطين بالدورة بأخذ الحب المانع، المفروض تنتظم. إذا ظل 33 يوم لا، معناته أكو مشكلة، سوي تحليل هرمونات ثاني يوم الدورة. تمام دكتورة، أنا متزوجة من 5 سنوات وعملت التحاليل ومخزون التبويض وصبغة وما صار حمل، جوزي حلل. زين 5 سنوات وكل شيء طبيعي وزوجك طبيعي وما صار حمل، شوية يعني أخذ الموضوع بسرعة. أنت ما صار حمل لأن هذا عمر، روحي على التلقيح الصناعي العادي اللي هو بالعيادة يسووه، ما صار روحي على أطفال الأنابيب ولا تتأخري. هلا وتحياتي، عين تحياتي للي يسلمون، اللي عنده سؤال خليه يتفضل، احنا قاعدين ما عندنا شيء اليوم وياكم. نشوف، اخاف فوتنا من الأسئلة فوق. زين
بعد الأبرة التفجيرية شو وقت يبين الحمل؟ 14 يوم عزيزتي، لأن هي فترة حضانة البويضة من تتلقح، 5 أيام تنزل بالرحم، وبعد أسبوع المفروض تتلقح ويكبر حجمها وتحلل، بعد أسبوع من نزولها، يعني بعد الأبرة التفجيرية ب14 يوم بالضبط يبين الحمل. طبعا احنا نسوي تحليل دم الهرموني، عمري 20 سنة والدورة ما منتظمة، شيء طبيعي لو لا؟ حسب شنو انت ما منتظمة بها، خلي يعرفون النساء انه اسبوع تتقدم الدورة واسبوع تتأخر تعتبر طبيعية، فلا تخافين. اذا اكثر من اسبوع فمعناته اكو مشاكل بالهرمونات. الرجل ليش يطلع عنده حب شباب بالوجه للرجال؟ هي حب الشباب تغيير هرمونات عند الرجل، هو سبب هرمون الذكر يكون عالي، وهاي الفترة المراهقة والشباب تظهر فيها، هذا السبب. عمري 27 سنة، مخزون 2.2، وجربت التلقيح داخل الرحم ما صار، تنصحيني بطفل أنبوب أفضل يعني وشكرا. عمري 27 سنة، كم سنة صار لك ماكو حمل؟ أنا قلت إذا فوق 5 سنوات وماكو حمل معناته أكو سبب معين. ليش ما صار حمل؟ تلقيح، الأنابيب زينة، الزوج زينة، فإذا عندك إمكانية سوي تلقيح أطفال أنابيب أفضل، خاصة إذا عمرك صغير فنسبة النجاح تكون عالية. زيني طبعا أنا سعيدة جدا بالموجودين وتفاعلهم ويانا. بلا زحمة، شلون أعالج تكيس دماني؟ صار 19 سنة ونسبة الحليب دايما عالية، شنو الحل؟ إذا سمينة حاولي تضعفين، هواية عندي مريضات وزنهم كان فوق 90-100 بس نزلوا حملوا طبيعي، ما عندهم أي مشكلة. علاج التكيس أكو إنزيمات خاصة مثل بوليسيتول، عندكم أوفاكيور، عندكم أدوية كثيرة، هذه إنزيمات نطيها للي عندهم تكيسات تخفف من عدها، وبعدين نطي منشطات إحنا. فموجودة شركات هواية، يعني أنا ما أقدر أذكرها لأن حتى لا تعتبر علي أسوي دعاية شركة عن شركة معينة، بس الطبيبات يعرفونها. شوي هي مكلفة هاي الأدوية بس ممتازة، تأخذيها 3 أشهر تخفف لك وتي لايف ستايل. يعني حاولي تضعفين وزنك وأكل صحي. ما أحاول من شهرين أصير حامل، ومدى يصير عمره 26 سنة وعندي بنت عمرها 5 سنين. تابع الإباضة، وإذا والدة قيصرية وخمس سنين راح يسوي أشعة للأنابيب، وزوجك يحلل وشوف إذا أكل التهابات تتعالج، وإن شاء الله يصير حامل ما دام والدة ما عندك مشكلة. زين بعد تحياتي HFV. شوية المختصرات واليوزر كثيرة ما نعرف، وأنا أحب أذكر الأسماء. ليلو شكرا لك عزيزتي. هل أقدر أستطيع أن أعمل اللقاح؟ أني نسبتي قبل العلاج 40، ممكن، ليش لا؟ اللقاح اللي هو IUI اللي هو داخل الرحم، حتى الواحد مليون يفيد اللقاح إن شاء الله. أكثر المشاكل مع الأسف اللي تحز بنفسنا هي تأخر الإنجاب، وما نعرف شنو الأسباب، سبحان الله. هم يصعد نسبة الحليب، تعرفون أنتو هرمون الحليب إحنا نسميه هرمون التوتر، فطبعا بالتوتر يصعد، فأنت إذا ظلين على هالحال ما ينزل، كل علاجات الدنيا ما تنزله، فيعني حاولي. وإذا شوي نسبة بسيطة مرتفعة لا تخافون، إلا إذا كلش عالية فيحتاج طبيب جملة عصبية، لأن الغدة النخامية هي اللي بالدماغية اللي تفرز هذا الهرمون. عمري 23 سنة، ما أريد أحمل، شنو تنصحيني أسوي؟ حسب كم طفل عندك، وزنك، حب مانع إذا فترة قصيرة، إذا فترة طويلة حطي لولب، أو الوسائل الطبيعية اللي هم يقولون شنو الوسائل الطبيعية لهذه، إنه نمنع الجماع أيام التبويض، هذه وحدة. ثانيا انه يكون خارجي او استخدام الواقي، خارجي انه السوائل تكون برا ما حتى تصير حامل، بس هذه نسبة نجاح هذه تكون قليلة، نسبة نجاحها انه تمنع الحمل قليلة.
تقريبا 7% انه يصيرون خلل يحبلون فيها النساء. وزني 63، طولي 150، ممكن زيادة تسوي مشاكل. تقريبا مو كلش وزنك عالي. طبعا احنا بالنسبة لنا المجتمع العربي 150 وزنك، تحطين 10 كيلوات، الأقصى حد 60 كيلو، ممكن عندك 3 كيلوات زايدة، فممكن هذا مناسب وزنك، يعني حاولي تنزلين هذه 3 كيلوات. ممكن يأخر الحمل أحيانا الشحوم حول البطن حول المبايض تأخر الحمل، ممكن الوزن مشكلة طبعا، ومشكلة العصر، مدري من الأكل، مدري من قلة الحركة. انتبهوا، الفيتامين دال هم يأخر الخصوبة، فيتامين دال هم يأثر على الخصوبة وعلى الحمل، فإذا كانت نسبة الفيتامين دال قليلة أخذوا الزوج والزوجة طبعا يفيدنا فيتامين دال. زين، الغدة الدرقية همين كثير يتأخر عندهم الحمل ويطلع سبب غدة درقية. دكتور شو تنصحنا؟ أريد أجيب حبوب ما طول، حب مانع تقصدين؟ والله ما فهمت السؤال مالتك، ممكن تعيدين؟ فعمري ليش ما صير لي حمل؟ تكيس يمنع، سويت أنابيبها ما صار حمل وبعدين اسقاط، شنو السبب؟ بالتكيسات هرمون الدورة LH يكون عالي، هو هذا سبب التكيسات. فإحنا نطي علاج 3 أشهر 6 أشهر، أو نسوي هذا الكوي. إحنا إذا ما فاد العلاج نروح مرحلة الكوي بالناظر، يكونها للمبايض فتقل، تقل نسبة التكيسات، وبعدها تاخذين منشطات ممكن يصير حمل، أو تسوين أطفال أنابيب ممكن يساعدك. أطفال أنابيب بعدها ممكن يساعد، لكن تتأكدين إنه الهرمون LH نازل. من ينزل هذا الهرمون ما يصير إسقاط، هو هذا سبب الإسقاطات الهرمون. مشكلة التكيسات مشكلة طبعا، بس نفس الوقت يعني يسمونها أوفر دايجنوزس، يعني يا اللي جتي تأخرت عدة الدورة قالوا لا عندك تكيسات، فتخبلت النساء، يا تلزمي تقول إيش عندي تكيسات. يعني أنا 50% اللي مشخصة من التكيسات تجي لي للعيادة أفحصها ما عدا تكيسات. على أي أساس؟ هذه تفحصها مثلا خلال الدورة أو قبل الدورة بأيام، ما طبعا ماكو إباضة فتقول عليها تكيسات. أكيد لازم نلقى بويضات صغار. التكيسات شيئين، إحنا إما بالسونار يا إما بتحليل الهرمونات طبعا، والأعراض بالبداية. فالأعراض تحليل هرمونات والسونار. بالسونار ايش راح نشوف؟ طبعا دائما نسوي السونار بعد الدورة. ايش نشوف بالسونار؟ نشوف يسموه بيرل شيب، يعني مثل عقد اللولو حوالين اطراف المبيض، تكون البويضات صغار ويكون المبيض يكون كبير حجمه. زين، والمركز مالته يكون سميك. راسا هذه نعرف تكيسات، بس ما نشخص 100% نقول لها روحي سوي تحليل هرمونات ثاني يوم الدورة، فيكون الهرمون عالي اللي هو LH، فهذا تتشخص تكيسات. زين، فهذه التكيسات وعلاجه طبعا يتعب للمرأة ويتعب الطبيبة همينة بصراحة يعني، بس مو معناته أنه تيأس. كثير أنا شيل عندي حالات تكيسات والحمد لله والشكر، وصاروا حوامل. أكو نقطة هم إيجابية عند أهل التكيسات، خلي يكون عندهم علم يعني يفرحون بيها، يكون المخزون عندهم عالي جدا يعني أكثر من الطبيعي، يعني حتى إذا تسوين أطفال أنابيب، إذا تريدين تأخذين منشطات، فعندك مخزون كثير. هذه النقطة هم تفيدك بيها. بس شنو المشكلة؟ أنه هاي البويضات حجمها ما يصعد بسهولة، صعب، والإباضة تتأخر. يعني شوفوا أنا عندي حالات تكيس مبايض الإباضة تصل يوم 21 من الدورة، بس أنا شوي عندي خلق أصبر وياها وما يعني ما أقطع الأمل، وفعلا تجي لي يوم 21 من الدورة الإباضة عندها. فطبعا يوم 13-14 تكون صغيرة، فهي تحسها أنه بيضتي ما تكبر، هي بما أنه الدورة طويلة كل 40 يوم تجي، فالإباضة تتأخر. حبيبتي تتابعيني من العراق، إيه حبيبتي تحياتي إليك، تفضلي شنو سؤالك؟ أنا حاضرة، أنا هم أحبكم هواي أهل العراق، أهلي وناسي، وأحب كل المتابعين اللي من الدول العربية
والجاليات اللي موجودة بالدول الأجنبية. عندي متابعين بكل بلدان العالم، تحياتي لكم. صارت عندي شلبطان المهاجرة 7 سنوات والعلاج ما فاد، وبعدين سويت عملية. هل هذا يأثر؟ العملية ارتاحيتي عليها؟ هي العملية عادة ينظفون الالتصاقات، يشيلون الأكياس الدموية. تأثر طبعا، تفيدك إن شاء الله. فحاول يسوين طفل إذا متزوجة، وإذا ما متزوجة إحنا نعطي فيزان، حب فيزان تاخذين 6 أشهر، وحاولي تاخذين مع الفيزان. هذول أهل الهجرة بطانة، أحسن دواء لهم هو حب الفيزان، هو مثل حب المانع، تاخذوه يومية بالليل، وبس معاه تاخذون كالسيوم فيتامين د اللي يعني يأثر على العظام إذا أخذناه فترة طويلة. تحياتي لكم، أنهم والله أمد عليكم أهل العراق، أهلي وناسي. دورتي كل 46 يوم في أي يوم تبويض؟ سؤال حلو. تنقصين 14 يوم من 46، يعني يا يوم يصادف من الدورة 14 يوم، يعني يوم 32 من الدورة 14 يوم رجعي لي ورا، فشوفي ايش قد تتأخر الإباضة عندها، كثير تتأخر. عمري 17 سنة وقصير، شلون راح التعليق قصيرة جدا، شنو تنصحيني؟ جاوبيني. شوفي ها، انت اكيد صار عندك بلوغ مبكر، ف 17 سنة يعني رياضة ممكن تفيدك، الرياضة اللي هي العقلة مع عقلة اعتقد تفيدك شوية، تطولك بس مو كثير تطول. بس هذولي ليش احنا ما نحب البلوغ المبكر؟ 9 سنين 10 سنين يبلغون فيوقف، بعد نمو العظم يوقف، ما تقدر تطول بعدها. والوراثة طبعا، اذا وراثة الاهل، الوالدة الوالد الاجداد اذا صار فهذا هم يأثر، الجينات تتأثر. زين، تحياتي شهد حبيبتي، تسلمين. جتني الدورة تاريخ 14 بالشهر، شهر 12، وشهر الواحد يأتني بس شوي تاريخ 8، وللحين ما جتني، وأنا فيني تكيس. 14 المفروض 14 بالشهر هذا تجي لك، إذا تأخرت أسبوع انتظري بعدها، أخذي علاج ينزل دورة لمدة 5 أيام، إحنا نعطي بروجسترون وينزل الدورة، أكيد أهل التكيسات تنزل. زين زين، أنا كل سعيدة تواجدكم وياي. إذا شفت إنه أكو تفاعل باللايفات، إن شاء الله نكررها إن شاء الله اللايفات، وشفنا إنه تستفاد من عدها الناس نكررها. بس عادة شوي اللايفات تصير بالليل، لأن أنا ما عندي مجال، تعرفون عيادة وبيت ومسؤوليات، وأحيانا تطلع لنا ولادات. منو هذه؟ ردي على كلامي فوق. كل 28 يوم عن شهر بتجي، 26 عادي خربطت اليومين؟ لا، يومين ما تعتبر خربطة. انتي حاملة ودورتي ما منتظمة؟ انا حاملة دورتي ما اعرف ايش قد بطني، اخر دورة كانت 29 الشهر العاشر. حتى تحفظون شلون نحسب، نضيف 7 أيام على الأيام، 29 7 أيام يعني يوم يصير 30، 6 بالشهر راح يصير. الشهر العاشر ننقص 3 أيام، ثلاثة رقم ثلاثة، فيصير ها احنا شوفوا هنا 29 راح ينضاف شهر يصير 11، فآخر موعد للولادة يصير 6 شهر 8، كل 6 بالشهر تطبين شهر جديد. لكن اللي دورتهم ما منتظمة، تروح أول الحمل تروح تسوي سونار، أول سونار هو أضبط شيء، ما يطينا خربطة، يكون السونار دقيق، يعني الفرق مو هواية لأن الجنين يكون صغير، فالحساب يكون مضبوط. فاللي عندها دورة مخربطة وخاصة أهل القيصريات، فتروح تسوي سونار من وقت، أول سونار هو اللي يطينا إيش وقت صار الحمل بالضبط. فعرفنا شلون نحسب، نضيف 7 أيام على الأيام وننقص 3 على الأشهر، تعرفون آخر موعد للولادة هنا 29، فمن ضفنا دخلت على الشهر اللي 11 مو العاشر، فمن نقصنا 3 من شهر العاشر صار شهر 7 شهر 8 العفو ولادتها، آخر موعد للولادة. الدورة تتأخر أسبوع، تتقدم أسبوع، فلا تخاف انتظروا عليها أسبوع،
وتأخرت يومين تتخبلون وتخافون ومشاكل بالدورة. أبدا لا تخلوها ببالكم. البطانة هم لها تأثير إنه ما يصير حمل، تأخر الحمل. أي تأخر، يعني ما نقول سوي عقم بس تأخر الحمل. أكو وراثة إنه المرة تجيب بنات أو تجيب بس ولد، أكو شيء لا مو وراثة، هو إحنا قلنا الرجال هو اللي يحدد جنس المولود، بس أحيانا البيئة تكون البيئة قاعدية أو حامضة. شوف واحدة بس تجيب ولد لأن بيئة الرحم مالتها قاعدية ما تتقبل الإناث، وأكو بيئة بس هاي نسبة قليلة جدا إنه البيئة الحامضية تكون الحامضية البيئة المهبل والرحم، فهذه تجيب بس بنات، بس نسبة قليلة. أكثر النسب إنه هو الرجل اللي يحدد. زين ثلاث مرات إسقاط قبل يصير في نبض، السبب ادعولي بس الذرية الصالحة. إن شاء الله الله يرزقك الذرية الصالحة. الإسقاطات المتكررة أول الأشهر 50% نصها أسبابها هي تشوهات خلقية، كروموسومات، جينات، زواج الأقارب. السبب النص الثاني أما مشاكل بالهرمونات، غدة درقية، أهل التكيسات يكونون أكثر لأن الهرمونات عندهم خربطة. التخثر بالدم، أكو شيء وراثي اسمه هذا همين مو بيده، هذا يسبب إسقاطات. وأكو الأجسام المضادة هم تسبب إسقاطات، وهذا كله علاجه أسبرين نطي ونطي المميعات الجلكسان. وإن شاء الله الله يعوضك خير. زين زين أنا سعيدة بكم تواجدكم. راح أروح، أعتقد حكينا عنه كم معلومة مفيدة. حاولوا تتواصلوا وياي، ابعثوا لي بالتعليقات وأطلع، أحاول أطلع التعليق المميز أو الأسئلة المميزة، نسوي عليها فيديو ونقدم لكم عنها، نشرح عنها بشكل فيديو معلومة طبية نوصلها لكم. زين أعزائي، القرحة صغيرة جدا جدا تأثر على الحمل أم لا؟ لا ما تأثر إذا صغيرة وما كل التهابات، إذا كبيرة إحنا نسوي لها كوي بارد، والكوي البارد ما يأثر على الأم. أنا صار عندي ولد وشديت لولب وصار 8 سنوات ما صار عندي. تأكدي إنه ما عندك التهابات وتأكدي من الأنابيب، سوي أشعة ملونة للأنابيب. أنت يوم التبويض الدورة طولها 46 يوم، رجعي 12 يوم قبل 46، يعني يوم 30 الأول تحامل بتوأم، عمر الأول يختلف عن الثاني، يعني الأول عمره 3 أشهر والثاني عمره 2 شهر. دائما يطلع واحد أصغر من الأخ بس ما يكون فرق كبير، وعادة الفرق يصير بالمتماثلة اللي هم كيس واحد مشي ما واحدة يكون فرق كبير، لكن إذا كل واحد كيسه وما يطلع فرق يمكن أسبوع أيام. شكرا حبيبتي لولو ليلو، مرحب. يمكن اكو هواي ناس يمكن بعدهم ما واصلهم البث. نسبة الحياة من الحياة عند الرجال 30 تعتبر ضعيفة؟ لا زينة، احنا الريضة طبعا المتحركة هي 50 وفوق، بس يعني 30-40% ممكن يصير بها حمل. اكو طريقة الحمل بتوأم، احنا نطي منشطات بس مو شرط 100% يصير حمل، تصير تقريبا 10% هذول اللي نطيهم منشطات يصيرون حوامل. منو هذه المتأذية؟ جاوبيني بس قولي لي، لان انا هسه على مود الاسئلة مالتكم تأخرت ما قبلت اروح، فقولي لي شنو. ربي يحفظكم جميعا ويسعدني تواجدكم ويسعدني فائدتكم. شوفوا اكو شيء، سعادة العطاء ما يضاهيها اي سعادة. يعني احنا وصلنا مرحلة، يعني الانسان شو يريد؟
احيانا هذا تواجدي وياكم وتفاعلي وياكم والاسئله والاجوبه اللي اجاوب بها الناس تعطيني سعاده يعني اكثر من المال، اكثر من غير شيء. فانا من اشوف افيدكم وانتم سعيدين بالاجابه ومستفادين من عندي، هذا الشيء يفرحني جدا جدا. يعني هذه هي سعادتي انا. مخزون المبايض ايش قد النسبة الطبيعية العمر 21 تحفظوها من صفر عدد الصحيح. مخزون المبايض صفر عدد الصحيح 3 او 4 الى حد 4 او 5، هاي النسبة الطبيعية. اللي فوق 5 او فوق 4 تعتبر عالية جدا وهذول ويا التكيسات، واللي اقل من صفر عدد الصحيح 4 فتعتبر طبعا حسب العمر. العمر 21 انت في النسب العالية يكون المخزون. زين، الحيوانات الحية 30، زوجة البيض 1، تنصحين بالحقن؟ ممكن الحقن يفيد. انتبهوا للزوجة الرجال التحليل، إذا اللزوجة عالية الحقن يفيدكم طبعا. اللي عند اللزوجة عندي تكيس مبايض وتسع سنوات ما في حمل، روحي أطفال أنابيب سوي، لا تضيعين الوقت خاصة إذا عمرك مناسب. زين، وصار عندي سقاط ونزل بس الدكتورة قالت عندي مي بالرحم، شنو يعني؟ ممكن هو المي مو ممكن الدم، تجمع الدم مالت الاسقاط هذا. تعطيك مضاد حيوي ويروح ان شاء الله وتابعي بسونار. الضغط المزمن، والله الوالدة ما اعرف، هذا لازم طبيب الباطنية حسب حالتها عمرها يوصف علاج الضغط. انا بس يعني طبيبة نسائية مو باطنية. زين، حقن التفجيرية ما عم استفيد منها، شو اسباب عدم الحمل؟ مو شرط، هي الحقنة التفجيرية تساعد على الحمل بس مو سبب رئيسي انه هي اذا ما اخذتيها ما يصير حمل. شوفي اسباب اخرى، شوفي الزوج، شوفي عندك التهابات، تأكدي من الانابيب، يعني مو بس هذا السبب. دكتورة منورة حبيبتي الله يسلمك، عندي ولدين حابة بنت في طريقة. عادة الناس كلها بدور ولد بس البنت أنا أقول لهم أول 10 أيام من الدورة يصير جماع، يعني تحسبي من أول يوم الدورة اللي فيها دم ما في جماع، إيش قد المتبقي من عدها يصير فيها الجماع وتوكلي على الله إن شاء الله تصير بنت. صار لك 5 سنوات ما عندك أطفال، بلشت بالعلاج صار لي 3 أشهر أستعمل حقن منشط حقن الزين. معناته عندك ضعف بالإباضة إذا وصلت للحقن، فشوفوا شلون تابع الإباضة وشوفوا شلون تصعد وإن شاء الله يصير لك حمل. بس أنا قبل الحقن دائما أنصح أن تسوون تحليل الزوج، ممكن الزوج يطلع عنده مشكلة معينة فحتى تتعالج. تعرفون العلاج مكلف ومؤذي وهرمونات وطبعا يتعب النفسية، فهو تحليل واحد للزوج وبعدين كملي على المنشطات والعلاج لك. عندي اسقاطين وبعد ما حبلت ابد صار لي 5، عمري 21 سنة والتبويض 16. متابع التبويض، هو يبدي الحمل بالتبويض 16 بس اسقاطين وبعد ما حبلت صار لي 5 سنين، ليش شو السبب؟ صار عندك تسوي لك تنظيف فورتاج، تأكدي من الانابيب، شوفي تحليل هرموناتك، شوفي تحليل الزوج. زين، يعني كثيرة 5 سنوات وما صار حمل. نسبة 55 ممكن يصير حمل، ممكن.
يصير حمل 50 نسبة. زينة دكتور أنا عندي تكيس مخزون المبايض 16، زين لو لا فدوة. شفتي هسه حكيت عليه، أهل التكيسات الفائدة الوحيدة اللي عندهم هي أن المخزون يكون كلش عالي، 16 جدا عالي. فطبعا بالنسبة لنا ما يفيدنا هذا، بس أنت على المستقبل إذا تريدين تسوين أطفال أنابيب بيفيدك. لازم تاخذين منشطات حتى تصعد البويضة، بس لازم بحذر، لأن أنت معرضة أنه يكون عندك فرط نشاط، عندك المخزون عالي. كم عمر الحياة من الذكرية لطفا؟ تكون الحيوانات الذكرية تكون عمرها قصير، يعني 24 ساعة وتموت، ما تبقى فترة طويلة. لذلك احنا بنقول جدول، سوي جدول الولد يكون الجماع حوالين الإباضة، بيوم الإباضة، حتى الحيوانات الذكرية إذا لقت البيضة جيدة للإخصاب تلقحها، والأنثوية ما تصير فيها حمل. أما اللي تريد بنت فنقول لها يوم 10 من الدورة يصير جماع، فالذكرية راح تموت، فتبقى بس الأنثوية موجودة بالحوض. شو وقت ما تنزل الإباضة تلقح الأنثوية. عيادتي والله أنا بالإمارات، عيادتي أنا مقيمة بالإمارات، يطلع لي شعر في منطقة شعرتين وأشيلهم يطلعون بسرعة. إذا شعرتين ما تأثر، بعد 35 تبدي يصير يطلع شعر، إذا مضوج يسوي له ليزر. أوكي، عند الولادة صحيح تنشمر المرة من الجيب؟ لا ما تصير هذا الشيء، بس يعني من تولد يصير عندها مثل الصرع شمرة، مو تقصدون هذا الشيء؟ لا، إلا بحالات إذا صار تسمم الحمل، الضغط العالي وتسمم الحمل هو اللي يسبب. طبعا عذروني إذا يدخلوا لي جاست حتى أسوي لهم جوينينج، بس أنا ما أعرف هاي الخاصية وما أجازف أفتحها بصراحة، فعذروني ما أقدر أدخل أحد معايا باللايف. إن شاء الله عالجايات من يصير عندي جرأة ها ونعرف باللايفات إن شاء الله ندخل، بس نحاول يعني ندخل النساء اللي يريدون استشارات، يريدون ندخلهم باللايفات مالتنا. لكن حاليا آسفة، شكرا، دا تجي لي طلبات جيست، فآسفة عذروني يعني بصراحة ما أعرف أني هذا اللايف يمكن الثاني إلي، فمو كلش قوية بي. 4 سنوات ما عندي أطفال، وبيضتي 16 وزوجي نسبته 30، إن شاء الله يصير حمل أوكي مناسبة. طريقة الحمل بالولد شرحناها هسه، قلناها أنه يكون الجماع بعد الإباضة مباشرة، لأن الحيوانات المنوية النطف الذكرية تكون سريعة الحركة وتموت بسرعة، تبقى 24 ساعة. 9 سنوات ما عندي أطفال، عندي تكيس المبايض، ما عندي أطفال، وعندي بنت عمرها 8 سنوات. الله يساعدك، عندك حلين، يا أما تسوي الناظر لأن انتهى 9 سنوات تسوي كوي للمبايض، يا أما تروحين تسوي أطفال أنابيب ولا التعبير روحك. اللي انت 9 سنوات مو مال واحد يصبر عليها بصراحة، وأكيد جربتي كل العلاجات. شنو علاج مخزون المبايض القليل؟ احنا نطي حبوب اسمها دهية، ونطي فد مقويات، أنا أطي يعني خاصة تقوية البويضة، وهذا مخزون المبايض يصير على نهاية 30 أو 40 فيحسنها إن شاء الله. تعليقات حلوة، هذه الإيجابية. دكتورة أني جدا جدا أحبك وأحب معلوماتك الحلوة، وأتمنى دوم تفتحين لايف هنا حبيبتي، تسلمين. وهذا التعليق كلش يفرحني ويشجعني إن شاء الله أنه أقدم لكم لايفات، حتى لو بس أنت تتابعيني على خاطرك أني
اسوي اللايفات تدللين حبيبتي. سبب نزول الافرازات صراحة دا تجي لي قس كثيرة ما دا اشوف حتى التعليقات. اسباب النزف الدموي لدى الحامل، يا اما مشيمة متقدمة يا اما مشاكل بالرحم نفسه بعمق الرحم، اخاف التهاب، اخاف لحمية. زين فلازم فحص عزيزتي. زين سبب نزول الافرازات لزجة بعد الجماع عند انتهاء الدورة 11 يوم صار الجماع. افرازات لازم تشوفين، هي افرازات طبيعية تنزل، لكن اذا شفافة او ما الى ابيض فاتح فما تخوف، لكن اذا فيها ريحة فيها مشاكل معناته التهابة. ان شاء الله اللي تريد تسوي تلقيح صنع ان شاء الله يزبط عندك. مسوي ربط وهسه بشهر الثامن شوكت اواخر الربط بدون تخدير او تخدير عام، ما يحتاج بالربط ترفعي بدون تخدير بالعيادة. اول مطبين بشهرك، اول اسبوع بالشهر التاسع. شلون انشط المبايض دكتور؟ حسب عمرك حبيبتي، اذا عمرك كبير ما تاخذين منشطات، تاخذين فيتامينات تقوي الاباضة. اذا عمرك صغير نطي احنا كلوميد ونتابع بالسونا. تحياتي لكم، اتمنى اختمكم جميعا طبعا وافيدكم. تحياتي تدللون. متابعتني حتى على الفيس، شكرا حبيبتي مبينة انت من المتابعات الوفيات حبيبتي. انت سوي كوي مبايض صار لي سنة ماكو. خلوا ببالكم انت سويتي كوي، هسه ابدي تعالجين، اخذي منشطات، اخذي كلوميد، يعني استفادي من عدم يصير حامل ان شاء الله. طب ليش مفعول الكوي سنة الى سنتين؟ اكثر من عدم يرجع التكيسات مرة ثانية. تلقيح صناعي راح يزبط ان شاء الله، بلكي يزبط ان شاء الله باذن الله. انت في فرنسا ان شاء الله يفيدك. انا حامل بشهري وعمري 16 سنة، اذا اسوي عملية قيصري خطر علي لو لا؟ لا ان شاء الله مو خطرة، بس 16 سنة الله يساعدك، كلش صغيرة يعني الحمل والولادة، بس ان شاء الله ما في خطورة. حاليا البنش كله نصفي فما في خطر ان شاء الله. انا بعد الولادة 11 يوم صار قلنا هذا خيوط دم مع افراز، اذا مرة واحدة لا تخافين، بس اذا تكررت تروحين تفحصين. سوي ربط، قلنا هذا الربط حكينا عنه. زين يلا ممكن سؤال. حاضرين اللي عندي سؤال، طبعا كل ساعة اقول اريد اروح بس من اشوف اسئلتكم تغروني ابقى اكثر. عمري 21 سنة، الدكتورة مالتي كتبت لي في مارة علاج اخذت لمدة شهر، صعد 16 تحليل البروجسترون. طبعا البروجسترون يصعد مع الاباضة. في مارة هي حبوب تنشيط المبايض، تنشط البويضة، هم تفيد ان شاء الله يا رب يصير حمل باذن الله. من تنشط البيضة ان شاء الله يصير حمل. حلوة كانت تعليقاتكم أسئلتكم. إن شاء الله يكون اللايف خفيف ولطيف على الجميع، ما أكون ضيف ثقيل عليكم. حبيبتي أبدا تعبكم راحة والله العظيم. أبد شوفوا أقول لكم إياها حبيبتي، انت ان شاء الله يصير عندك حمل هذه 5 سنوات، ابدا ما تيأسون. والله لو ادري، واحدة من القصص مفارقات اجت لي للعيادة بايام كورونا، فعائلة اعتقد قطر السوري او الاردني، فاجوي للامارات وانحصروا بايه كورونا 13 سنة عقب ما في اطفال. فاجت لي المرة فايتتها الدورة سويت لها سونار حامل. فشوفوا 13 سنة وعمرهم مو صغار، نهاية الثلاثينات اثنينهم، فكانت فرحة كبيرة. فقلت لهم هاي أحد فوائد كورونا. ممكن أقول اللي
انه واحد يطلع من البيئه مالته، النفسيه تتحسن، يتغير على الجو، الضغط العائلي يبتعدون عنه، ممكن هذا يساعد على الحمل. وهو سبحان الله قسمه ونصيب، يعني حتى الخلفه والذريه مكتوبه باللوح مثل ما يقول عند رب العالمين، فما تعرف امتى يصير. فأبد لا تيأسون. أنا يعني خاف تقولي 5 سنوات 6 سنوات، بس أنا أقول لكم العمر شوية يحكمنا، فما أريد هاي السنوات تضيع عليكم وبدون حمل. صح أنا أقول لكم حامل بالشهر الرابع وعندي ألم في الظهر، طبيعي لو خطر. أول أشهر يصير أسفل الظهر وجع، بس حاول تعطي كالسيوم، فيتامين دال، وشوفي ماكو التهابات مجاري بولية، وإن شاء الله ما في مشكلة. فشو أريد أقول لكم، تعرفون العلاجات أكثر هسه المشاكل كلها عقم وتأخر الحمل. علاجات الحمل كلش غالية ومكلفة للعائلة، وبنفس الوقت مزعجة، يعني التعب النفسية، الشهر هذا ما صار حمل، الشهر اللي بعده يعني، واللي يتابع سنين وما يصير حمل، فمكلفة ومزعجة للطرفين، يعني حتى للطبيب. يعني أنا من تجي لي مريضتي وما صار عنده شيء، يعني أنا أزعج قبله، أنا أنقهر عليه أكثر. بس مو معناته تيأس ابدا ابدا. قاعد احكي لكم القصص. عندي وحده عمرها 44 سنه ما شاء الله، حامل وتوم، بس مجرد طيقه فيتامينات مقويات للبويضات وتوائم متماثل، الله يتمم لها على خير. فيعني قصص قصص قصص، يعني تتعجبون عليها شلون صار بيها الحمل، تتعجبون. زين، شكرا جزيلا، شكرا والله، احبكم هواية. شوفوا هو شعور هي عبارة عن طاقة إيجابية، هذا الحب فشي عظيم، والقبول عند الآخر هم فشي عظيم. مو كل إنسان إنه المقابل يتقبله أو يعني يعجب بكلامه ونصايحه. فأحيانا من أنت تتقبلين الشخص المقابل، تتقبلين المعلومة، تستفادين من عدها، فالحمد لله وشكر، هذه نعمة من رب العالمين. يعني أنا كثير يجولي للعيادة مجرد أطمنها، أصبرها، أعطيها طاقة إيجابية، تجي لي الشهر الجاي حامل. طلبتي تلقيح صناعي توم، إن شاء الله يزبط معاك بإذن الله إن شاء الله. سبب التفاف الحبل السري حول الجنين سببين، أهم سببين، يا إما يكون المي كثير والطفل يتحرك هواية، فمن يتحرك يلوف حبل الحبل السري عليه، يا إما الحبل السري هو طويل أصلا فيصير يلوف على العنقر الطفل الجنين. دكتورة أنا وين مكاني؟ أنا مقيمة بالإمارات، عيادتي بالإمارات. زين، بس الحمد لله وشكر هالوسائل التواصل الاجتماعي خلت العالم قرية صغيرة، الكل دا تتواصل مع بعض من مكانات مختلفة، يعني المكان بعد ما صار له أهمية. زين، تريدون يعني نسوي بث متواصل يومي؟ هم راح تملونا، واحنا انا مواضيعي همينا اصلا جافه يعني طبيه، فما اقدر اطلع لكم يوميه، راح اضوجكم. او تريدون اثبت لي الموعد مثلا، التاريخ، الموعد، عقده ليفيه بعنق الرحم، بس قالت ما تاثر على الحمل. اذا فحصتك الدكتوره وقالت لك ما تاثر على الحمل، حاولي تحملين وتشوفين وتراقبين هذه العقده اللي فيه، اذا تاخر الحمل شيليه. سبب المي اللي كثير حوالين الجنين، ما في سكري ولا تشوهات عند الجنين. في احيانا نسبه يعني 80% يطلع اكو مي زياده، بس ماكو مشاكل لا عند الام ولا عند الطفل، ممكن هذا السبب. اجي الفرنسا ما اعرف احكي فرنسي، ثقافتي انجليزي يعني، هذا سبب سبحان الله. سبب انه اللغه حاجز. تعالوا لي انتوا هنا الامارات، كل يومي أسوي بيت بدعت أمي، حلفتوني بالعزيزة الغالية والله.
اتمنى بس شلون، ما اقولش املكم بعدين تملوني، ايش اطلع لكم؟ ايش قالت البيضة وايش قال الحمل؟ تشيلينها عن طريق الناظر او بقسطرة، هم بيها اثار جانبية. اذا هي جوا جوا بعمق الرحم لا ما يحتاج، ممكن ناظر، ما اعرف لان هي موقعها وين بالضبط ما اعرف، ممكن اذا الناظر هو احسن الطرق. ان شاء الله تدل، ما دام طلبات كثيره اسوي لكم لايفات على طول ان شاء الله، بس بتدعموني واعملوا لي اكسبلور. هذا يقول لا تبغى اكسبلور، تعرفون شلون يصير الاكسبلور؟ يعني اني بالجديد الناس كلها تحكي اكسبلور اكسبلور اكسبلور، دفتهم شنو هو هذا؟ طلعت هاي الثلاث نقاط اللي تدوسوها، تطلع ثلاث نقاط زرقاء، بس دوسوا ثلاث نقاط وهاي هي. والله اني ما امل منكم، بس تعرفون يعني اخاف الناس تريد عندها دوام تريد تنام، اني ما امل منكم. اللايفات حلوة إذا كانت إيجابية، إذا كان الطرفين متفاهمين، أكو احترام بالموضوع، احترام وتقدير بالشيء اللي نقدمه، طبعا تكون اللايفات حلوة وممتعة للطرفين ومفيدة، طبعا أهم شيء الإفادة. أنتوا لا تتصورون يمكن كلمة بسيطة تغير مجرى عائلة كاملة. أنا واحدة من المراسلات دزولي تعليق بالأسئلة، 3 سنوات ماكو حمل والزوج دز لي التحليل فشفت عنده التهابات، بس قلت له ياخذ علاج مال التهابات. راسا المرة خابرني ورا فترة دز لي رسالة قال لي المرة صارت حامل. يعني شيء بسيط جدا، التحليل العدد زين والحركة مناسبة للحمل، بس ما حد انتبه انه عند الرجال التهابات قوية. زين بس قلت له ياخذها، المره جت لورا 3 سنوات عقم صارت حامل. تكلفه عمليه الانابيب اطفال الانابيب والله تختلف من مكان لمكان، يعني بالامارات يعني مكلفه بصراحه، ف يعني توصل 10,000 دولار، يعني اكثر اقل بشويه اكثر بس حسب البلد، بس هي مكلفه بصراحه لان علاجها هوايه. تنتج فيتامين دي وفوليك اسيد، هذا يقلل من حجم العقدة او يمنع نموها. لا العقدة تدرون شنو اللي زايدة؟ اذا حبلتي يكبر حجمها. لا ما يأثر، هذه فيتامينات اللي تساعدش على الحمل ان شاء الله. مبارحة رحت للدكتور بس تصيح عليها ودمها ثقيل عبالك اتوصل بي. لا حبيبتي لا، ليش المريضة من تروح للطبيبة وتختارها فهذه مسويت لها فضل، المريضة مسوي فضل لأن أنت اختاريتيها من دون مجموعة كثيرة من الطبيبات. فيعني بالعكس احنا المريض هو جاي إنسان مسكين ضعيف يحتاج مساعدة، وجاية أنت بفلوسك حبيبتي جاية ما تقدين، فغصبا ما علينا نحترمك ونساعدك ونعالجك بالإمكانيات الموجودة ونحاول قد ما نقدر. يعني إحنا همنا يعني الأطباء ترى بالعكس، يعني أحلى شيء عنده من يشوف نتيجة شغله على المريض. أكثريتنا ترى يعني إذا في حالات نادرة بسيطة اللي تعممون عليها، أكثريتنا نشوف إنه ما نثقل على المريض ونشوف المريض مثل واحد من أهلنا أو نشوف نفسنا به. احنا من عندنا مساعدة نريد نحتاج مرضى، احنا وعندنا مساعدة نريدها نروح للطبيب، نتمنى انه نسمع كلمة طيبة، نتمنى يكون العلاج مضبوط، يعني يهتم بينا الطبيب. فنفس الشيء احنا نتعامل بالمثل، لا ابدا ما مقبول انه واحد بس، يعني احيانا شوي هم بعض المرضى يلحون ياخذ اكثر من وقته، بس نحاول قد ما نكون المريض هو الأولى، يعني هو الأول والآخر هو صاحب الحق، فما نطبي أبداً.
صار لي سنة ونص وأرد أسوي أشعة وما صار أسوي أشعة الأنابيب. حتى نحكي عن أشعة الأنابيب نسويها يوم الثامن من الدورة، لما يكون قبل الجماع أكو تكونين نظيفة وتاخذين مضاد حيوي. أنا أعطيهم فلاجيل وأعطيهم أزيتروميسين 3 أيام بس قبل الأشعة، حتى إذا أكو التهابات تروح وما تصعد فوق. وسوي الأشعة، ومن المفارقات خلي أقول لكم الأشعة الملونة شقد بها فائدة كثير. أنا من عندهم عقم ثانوي حتى الأولي سنتين وما صار عندها أطفال، أقولها روح سوي أشعة. زين من نسوي أشعة سبحان الله نفس الشهر أو الشهر اللي بعده يصير عندها حمل سبحان الله. فما نعرف شو السبب، إما أكو خطرة شي مسادة الأنابيب وانفتحت بالأشعة، أو السبب إنه ممكن حفزنا البطانة. تعرفون فترة البطانة من ماكو حمل صار عندها خمول، فمن يدخل جسم غريب مثل الصبغة دفعة قوية بالصبغة، فهذه همينة تساعد على الحمل، نشط لنا البطانة ويعني تحفزها كانت نامة وصحتها هيك يعني أفسرها، فيصير حمل بعدها. غرزة الإمبلانون بعد إزالتها على جسم الإنسان هل إلها تأثير؟ لا، بس الشيلية هي هرمون. شو أنتي تاخذين حب مانع؟ شلون حاطة لولب هرموني؟ بس تشيلينه تأثيرها يروح. زين زين طبعا اعذروني كثير يطلبون الجيست الضيوف اللي يدخلون، بس اسفة ما اقدر. يلا ستسمحوا لي اروح، الوقت همينة بالنسبة ما اعرف انت يمكن الوقت ايش قد. التقيكم بلايفات ثانية، شكرا على تواجدكم، وتحياتي للموجودين واللي ما موجودين اليوم. إن شاء الله يكون لايف خفيف وحلو ومفيد للجميع. تحياتي لكم وأشوفكم على خير وتصبحون على سعادة وصحة وسلامة. مع السلامة.